الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لكم بقناه حتخا صغير. اليوم متجهين الى مربط وكذا طالعه خفيفه خفافيه انا وابوي. طبعا الان بس التحدي من اللي يركب اللباده الجديده. يلا طبعا انا ما تبغيت انزل لك كيف. انت تركب اللباده الجديده وانا اركب القديمه. لا بس التحدي تحدي ما حد. يلا حجرة ورقة مقص حجرة ورقة مقص حجرة ورقة مقص حجرة ورقة مقص. ايه هذا الجمل كله ما جاب صح حبيبي. حجرة ورقة مقص ما حد يقول. انا ركبت اللبادة. انا ركبت اللبادة. انت البطل. انا ركبت عدم الزرقاء. تبغى تركب اللبادة الجديدة انت؟ ايه. ولا اللبادة القديمة الزرقاء؟ انا بركب اللبادة الجديدة. يا سلام عليك. وانا بركب حقتي اكيد. طيب يلا متجهين للمربط. وقبل كل شيء الواحد يقرا اذكاره اذكار المساء صح؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله وكفى بالله. حسبي الله لا اله الا هو. لا اله الا هو عليه توكلت وراه. أحسنت أحسنت من الطعام. طبعا زوائد الأكل يعني احنا من فضل الله زوائد الأكل عندنا ما نشيل همها. يا للحامي اللي هو الكلب أو للدجاج والحمر. أبوي لا تحطها فوق. تحطها على السفرة ها. بعدين نشيل السفرة. طيب. طبعا جانا حصان حصان جديد يواء اللي هو ما ادري كنتم تعرفونه ولا لا. الحصان هذا قبل جاء هديه لعبد الرحمن والحين جاينا تسمين. صراحه منظر المنظر ما هو كويس مره منظر ما هو كويس لكن ان شاء الله تعالى نبي نصور لكم بعد الحصان بعد الشغل وبعد اموره كل ابوها. الله 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 ماش 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 يا الله. يوم كان عندنا ما كان كذا ها. يوم كان عندنا ما كان كذا. حتى احنا حصان ما سوينا له شيء ما كان كذا كان احسن. ايوه ايوه والله كان حاله زين. يا حرام والله والله يظل الشخص يسوي بالخيل كذا. طبعا ترى الشخص اللي جابه لنا يبي تحسن الله فيه بس تبني جابه اخذ التبني بس يبي تحسن الله فيه. صلى الله يكتب اجره ان شاء الله. ايوه اليوم عنبر عندها تشبيه. عطنا رشمه. ايوه يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ها حلوين ها ايش بيطلع تشبيهة عنبر من ديناري. امسك امسك ديناري. هذا عنبر. يا ما شاء الله رمان زاين رمان. ما شاء الله عليك يا بطل يا وليدي بطل. يا سلام وحش. يلا سخن حصانك سخن. لا ايش قاعد تساعد هلال فيه؟ وريني هذا ايش هو. انا ولد ابوي. يا اخي اقسم بالله انك عبيط. هذا ساعد والله انك عبيط. ساعد علمني هذا هو. يا الله عليك. ساعد علمني. ترى مالي شغل. ترى مالي شغل. ترى مالي شغل. أنت تدري الحين لو وحدة تموت ربي يحطك بالنار؟ تبغى النار ولا لا؟ ما في أحد يبغى النار. حرام عليك. أنت تخيل مكان الدجاجة أنت جالس هنا. ترضى؟ لا هذا أخوي. أخوي سعد. هذا
اخوي سعد. يا ويلك من الله. طب خلاص بالله تكفى لا تسحبها كذا حرام يا اخي. فكها يا وليدي. الله يهديك ويخليك لي. ويصلحك ان شاء الله. جيب طلع طلع هذا. مين؟ طلع عنبر رشمه. بشويش ايوه بشويش. بشويش. الحين اعطيني. يلا. ما قدرت تمسك يلا مسكها ايوه ايوه حط هنا حط هنا يلا هنا 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 انا مسكها ها لا لا مسك ما نقدر ما نقدر انت امسك واحده هنا امسك واحده من هنا امسك امسك لك واحده اصلا هي ما باقي غير واحده يا ولد انت شايل كم هنا يحط لها مصيده شوفوا يا اخي خطط هذا غريبه ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الله يا سلام يا سلام عليك يلا تقدر تعطي الجهه الثانيه بنك انا انا بنك بجيب العيد اصلا يروح طب حصى عطى يسار تبان نطلع عمال الخط ولا نطلع هنا انت ايش معك جايز لك صبر صبر مالك ولا شيء تحدي تشوف انت متمكن في حصانك ولا لا اتحداك تطلع على مسار هيا يا سلام يا سلام سلم حسن توقف انت ما يحتاج وقف ما بيك تروح على شيء ما وقت تقدم ولا وقت ارجع طيب لا يسار 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 الله اكبر راح يسار يسار مره والله كانه الربع انك كانه بيسويها يمين مسار ما يندفع الحصان ما يندفع والله وحش ايوه يا بطل يا بطل يا بطل يا ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الرحمن هيا روح والله وحش يلا بجيك انا الحين ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الرحمن طبعا البوني هذا تيركبون عيال كلهم الله يا قلعه الله ما ادري شلون ما شاء الله على سعد امور زينه معه طبعا شوف يكون عنانك بالشكل ذا طويل اعرف انه في الاندفاع ما راح تحكم في الحصان ها قرب منه قرب من حصانك قومه قوم حصان عط صوت يا سلام خلاص لا لا ما انقطعت رجع رجعت فك فكها بس رجعها ثاني مرة ايوه رجعها رجعها البلاستيك اشوفها سواها فيه وهذا بغى يسويها فيه ده ايوه اسحب اسحب الله طبعا هذه دائما ترى تنقطع اغلب اللبدات
ليش تسويها فيا؟ تسوي فيه تجلس؟ تسوي فيه تجلس؟ تجلس يا تعبان؟ يلا خلاص خلك. خلاص. خلاص. خلك. طبعا أنا ما راح أخليك تقوم. سوينها في شوف 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 كيف تقلها. أنا عارف إنه يبغاها. يا الله شوف الأيام ذي يطيح ال ال شعر خيل. ايش عنده ذا روح غريبة؟ والله يبي له شيء ترى شايف له شيء. وينه؟ والله أنا ما أشوف شيء. بس وشو؟ طبعا نسلبكم لفة على شباب الدجاج. حقين الدجاج هذولي. شوف شوف ايش يسوي اكيد لون هنا وينهم ذول غريبه شكله مصلص طبعا هاي 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 عبيد عبيد مالك شغل 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 رح ولا لك شغل اي اي ترهم سوي اللي تبي لكن انك خلك ولد سعد حصانك دخل جوا حصانك دخل؟ ما شاء الله شوف أنا أسمع الصوت ولا أشوف شيء أنا أصورك التصوير ذي هلا يا مللي هلا يا مللي أنت وابن أخيك ليه؟ ليش؟ ما شاء الله شوف ليش الكلام ده؟ وين بتا؟ ها؟ أسألك بالله ما تدري وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 يا سلام يا سلام عقبال إن شاء الله 500,000 عقبال المليون إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله ما حنا ولا شيء بدونكم يا حبيبي ما سوينا شيء يا ولد فاجأتونا أنا أقول يود أنا الصدق قاعد يوم شفته أنا أقول غريب وش فيه ما في شيء يا لد متابعين بدقه للقناه يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله مطوفين 302 بعد لا لا هم انقزوا بسرعه اثنين ما شاء الله تبارك الرحمن هذه حاجه الله. بسيطه الله يسعدكم تستاهلون اكثر يجزاكم خير تعالوا على قولتهم انتم الاساس وحنا الفرع الله يحفظكم ما يحتاج الا انا وصلنا لحد لا تراك رسم بي عشان صار لكم كل شيء بدون رك لك اخر ان شاء الله تعالى ما حد راقد